الجهوي اللي غادي ان شاء الله الناس سبحانه وتعالى غيتحمل زباله الامور. كيبقى لنا التسكية ديالكم، واش نتوما موافقين على هذا المكتب الجهوي؟ احنا الحمد لله في اطار يعني صناعه التاريخ وصناعه يعني الجسم اللي غيكون ان شاء الله جسم فعال داخل المؤسسه بعد يعني التغيرات اللي كانت دابا حصلت في هذه الايام هذه، فتم ان شاء الله تم باذن الله سبحانه وتعالى يعني الموافقه على هذا المكتب الجهوي اللي غيحمل يعني زمام الامور فيما يخص الاتفاقيه الجماعيه، فيما يخص مجموعه من الامور. وحنا الحمد لله حنا راه سيرين على الخطى اللي رسمها لنا الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، وهي التشاركيه الاجتماعيه اللي فيها ان شاء الله تعم بالخير على المؤسسه كذلك اللي كنشتغلوا فيها يا ارزا، وكذلك على بالنسبه للعمال فيما يخص يعني الحقوق والواجبات، وكذلك كنبغي نحيي الاخوان هادو الشباب اللي تقبلوا انهم ياخذوا هذا يعني هذا العبء هذا ويحملوا هذا العبء الثقيل اللي هو كان حكر على الناس ديال عمال النقل الحضاري سابقا. حنا دابا تم التزكيه ديال الكاتب الجهوي ديالنا جلال الكرماوي اللي حنا ان شاء الله غنكونوا سند والعون ديالو باش نعاونوا على هذا الحمل الثقيل، وكذلك يعني حتى العمال غتكون عندهم حتى هما البصمه ديالهم، والباب ديال الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل هو مفتوح في اي وقت لجميع العمال باش تكون ان شاء الله يعني تكامليه ان شاء الله مع جميع الاطراف. وحنا اللي كيكفل لنا القانون يعني الماده 425 وكذلك 471 و 471 فيما يخص الاتفاقيه الجامعيه، لاننا حنا اكثر تمثيليه، لذلك حنا وضعنا واحد القطيعه مع المزايدات اللي كاينه دابا حاليا فيما يخص المصير ديالنا حنا كعمال في الحوار الاجتماعي اللي نتمنوا ان شاء الله انه يعم علينا بالخير جميعا. حضرنا هنايا في هذا الجمع العام الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل المحليه ديال الدار البيضاء لانتخاب الكاتب الجهوي الجديد مكان الكاتب الجهوي السابق بعد انسحابه وترك الفراغ القانوني. هذا من جهه. من جهه ثانيه حضور ديالنا هنا كياكد على التشبث ديالنا بمبادئ ديال الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل. ما عندناش ما حنا ما انسحبناش وما كاينش انسحاب، لانه عندنا واحد المهمه على العاتق ديالنا، من طرف المناضلين والعمال والعاملات ديال ألزا اللي كانوا واضعين فينا الثقه وانتخبوا علينا كنقابه، اللي عندنا اكثر تمثيليه في قطاع النقل بالنسبه لألزا. تندافعوا على هذا المطلب هذا، ومسائل اخرى من ناحيه الدفاع الوضع الاجتماعي والزياده في الرواتب والاجور بالنسبه للعمال نظرا لارتفاع تكلفه المعيشه اللي تعرفها الجميع. هذا بالاضافه الى الدعم ديالنا وفتح الحوار اللي ان شاء الله بالنسبه للمكتب الجهوي غيفتح قنوات الحوار مع الاداره ديال شركه ألزا للوصول الى ما يطمح اليه العمال من اجل النهوض بالمواطن البيضاوي وخدمته على صعيد النقل.